السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك مجموعة من القيم وعايز تنثبت الراجل اللي فيه أرقام كبيرة، فأنت ممكن تعمل سيلكت على بعض الأرقام كده وتبدأ تدي لون لكل قيم معينة تديها لون. طبعا ده هياخد وقت. في طريقة أسهل من كده في الإكسل، هو إن أنت تتعلم وتقول له كونديشنال فورماتنج، وتقول له مثلا عايز ألون القيم الأعلى من كذا أو أقل من كذا أو تساوي كذا. مثلا عايز أعمل تلوين للقيم الأكثر مثلا من 3، فيديك الألوان الأكثر من 3، الأكثر من 2، الأكثر مثلا من 1، فيبدأ يلون لك بالشكل ده. دي طريقة. طيب تعال نشوف طريقة تانية. هقول له كونديشن فورماتنج وأقول له توب أكبر 10 مثلا هيديهم لون، أكبر 11 وهكذا يبدأ يلون. تمام. ممكن تقول له داتا بار بالشكل ده، القيم مثلا ده 10 بيجي لحد النص، 22 بيجي لحد الآخر، الواحد ده تبقى بالشكل ده نسبة وتناسب. تمام. طبعا كل واحدة من دول بتدخل مور رول، مرور تقدر تتحكم اكتر. ممكن تقول له بالسكيل مثلا بالشكل دوت هيبدأ يلونهم لك بالشكل دوت. طبعا تقدر تتحكم في الالوان. ممكن تديها على هيئة رموز بالشكل دوت، على هيئة نجوم، الارقام الكبيرة مثلا تاخد لون وشكل معين وهكذا. طبعا تقدر تعمل كرييت للرول اللي انت خاصة بيها، او تعمل مانج للرول وتعمل رول واثنين وثلاثة واربعة، وتعمل اكتر من رول وتغير الالوان والاشكال زي ما انت عايز.